والمسلمين. وهذه حسنة من حسنات السلطان سيدي محمد، وهو كان يدفع الأموال والأموال الباهظة لافتتاك أسرار المسلمين، سواء كانوا مغاربة أو كانوا جزائريين أو تونسيين أو ليبيين. وحتى هذه المسألة ديال إمضاء معاهدة صلح رويت مع الولايات المتحدة سنة 1786 بين المغرب والولايات المتحدة الحديثة العهد بالاستقرار الذي انفصلت عن بريطانيا العظمى، كانت لهذا الغرض، لأن سيدي محمد كان قد تدخل وافق أشرى بعض البحارة الأمريكيين، فكانت هذه الالتفاتة وكان هذا المغرب التي يتدخل وله هذا الوزن على وجه على مستوى البحر الأبيض المتوسط الغربي، فلا شك أنه دولة عظيمة. إذن يفضل العودة المغاربة إلى الدول والبلدات الملكية وإلى البلد العالي من جهة أخرى. وفي الفترة التي تكون هنا ما قبل 10 سنين ولا سيما في عهد السلطان مولاي إسماعيل المشرف، ترى مشكل السلام واقعين في قضاء هذا الجانب أو ذاك على جميع القضايا والنوازل المتفاوض في شأنها، وسواء كان هؤلاء السلام عليكم المسلمين من الإيادات التابعة للدولة العثمانية أو مسيحيين، فإن افتكاكهم كان لا يتم إلا مقابل فدية تؤدى نقدا، ويذكر الضعيف والصيالي وباقي الأخباريين المغاربة وكذا عدد من الكتاب الأجانب القنصل المصري الشاميين في كتابه حرب المغرب المبالغ المالية المهمة والمساحي الحميدة التي ظل السلطان سيدي محمد مع الله يبذلها في هذا الصدر، سواء تعلقت أمر بافتكاك المسلم المغاربة والمسلمين أو الأوروبيين، ولنقرأ ما كتبه نريد في الصدد في هذا الصدد. لقد رأينا كيف نريد هو رامون دياز كتب كتابا مهما حول السياسة الخارجية للسلطان سيدي محمد رضي الله عنه للمغرب في القرن الخامس الثاني من القرن الثامن عشر، وقام بتعليم هذا الكتاب وإن الإسبان الكبير رحمه الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأخيرة وهي أن هي 12 صفة مغربية ذهبت إلى صومال إلى عند الطور 18 12 منهم ابن عثمان المكناسي إلى آخره، وستة ذهبوا إلى أوروبا. وهذه المسألة هي ظاهرة سابقة مع مراكز وفي التاسع عشر ما غادي تكونش، علاش؟ لأن الأوروبيون سيضربون على المسلمين في الشرق وفي الغرب يحاولون ويحرصون على أن لا يتم اتصال أو اتفاق وقليل بعوتين الأطراف في التاسع عشر الذي يشوف. ونحن كان الله بشجاعته وبإقدامه استطاع أن يحتفظ على هذه العلاقات وعلى هذه الصلات مع صندوق، وأظن أنه كان يتطلع إلى لعب الدور على مستوى الأبيض والمتوسط، وكان يتحف مصطفى الثالث العثماني والملك عبد الحميد الأول بتحف وبهدايا إلى آخره، ولكن حتى هذيك 2000 عقود باش الإخوان في الصباح تحدثوا عن المعاهدات والاتفاقيات المبرمة مع الأوروبيين، دائما تيكون واحد البند وهو أن يمد المغرب بالبنادق وبالعتاد الحربي وإلى آخره، نحن بحاجة إلى وأشكركم وأستمع إن أطلت. شكرا أستاذنا الشافعي على هذا العرض. في الواقع العرض طويل ومثل هذا وأساس تحكيمي هو مقروءا، ولذلك أنا وحاول ما أمكن أن كان طال الوقت فلم يعطينا كل ما كان يريد، ولكن بكل عام إنها وسنسعد إن شاء الله في قراءته منشورا.
كل الاخوه المشاركين والمشاركه معنا خلال واحد شهر الوقت، ولكن كان على حساب الغائبة الحلقة، بالتالي نحن لازلنا في الحدود المعقولة، ولكن اللي خمسة باقي الحال ما لأن كاين عدد ديال الطالبات اللي كيكون المشكل صار أعتقد أننا سنخصص حوالي نص ساعة إلى 40 دقيقة للنقاش، والمرجو كل اللي غادي يتدخل ما يكونش مداخلة إضافية، يعطي يعني ملاحظات مركزة أو أسئلة كل اللي ممكن، ويفضلوا أصبح لإلقاء الكلمة العامة، سجل لائحة أولى. اللي غادي شوفوا هذه الأداة كانت أمور تقنية كثير. عارفين الصديقين كانت الاستبانة الخامسة نعم لا شيء نعم هناك من سؤال نعم توفيق كل الامور واضحه مزيان كيكون اسئله راه ما فيش لائحه اخرى. سي بشير تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. اشكر اللجنة المنظمة هذه الندوة القيمة، وأشكر كذلك السادة الأساتذة الذين تحفون بهذه المداخلات المفيدة في موضوع متميز أيضا. سؤالي، ولست من أهل الاختصاص في التاريخ، لكن أثار انتباهي في مداخلة الأستاذ ميناء المغاري فيما يتعلق بمظاهر العمرانية في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، أنه كما هو معلوم فتشييد المباني بما فيها القصور والقصبات والمساجد وغيرها لا شك أن تصميمها والتخطيط والهندسة وراءها يعني مهندسون دارهم، لكن ما نلاحظه من خلال الكتابة التاريخية أنه يعني لا نكاد نجد ذكرا لأسماء المهندسين أو المعماريين الذين وضعوا التصاميم. مثلا إذا قارنا في الدولة العثمانية كما معروف عندهم مهندس مثلا معمار سنان المشهور صمم مجموعة من المساجد والمعروفة في اسطنبول وغيرها، لكن في المغرب لا نجد ذكرا لأسماء هؤلاء المهندسين، فإنما تنسب بأسماء السلاطين. فأنا أود الاستفسار عن السر وراء هذا وشكرا. نعم سيدي، تفضل.